استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين بمناسبة مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وبهذه المناسبة رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ببعثة الحج التابعة لقوة دفاع البحرين، ونقل معاليه لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، متمنيا معاليه أن يسبغ الله عليهم من نعمه ويزيدهم من فضله ويوفقهم لأداء مناسك فريضة الحج مع إخوانهم حجاج بيته العتيق. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذه بعثة الحج 48 وتأتي تجسيدا للحرص والاهتمام المستمرين من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإفادة مجموعة من منتسبيها لأداء فريضة الحج بشكل سنوي، وذلك تقديرا ومساهمة منها لرجالها الأوفياء، مشيرا معاليه إلى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار، داعيا أن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما تمنى معاليه الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وخلال اللقاء زود صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بعثة الحج بتوجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة، ومدهم بنصائحه القيمة الداعية إلى التمسك بتعاليم الدين الحنيف وعاداته السمحة وإضفاء مزيد من التعاون والمحبة فيما بينهم ومع إخوانهم حجاج بيت الله الحرام. وفي هذا الصدد أشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالتسهيلات الميسرة التي تعكف على توفيرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بما يمكنهم لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، متمنيا معاليه لأعضاء البعثة حجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله، وداعيا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية وهي تسخر بثوب العزة والخير والسؤدد.